صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم حول تربية الأطفال. ولكن أولا وقبل كل شيء نشير إلى قاعدة عقلية مهمة، وهذه القاعدة لها آثار عظيمة سواء في الحقول النظرية أو الحقول العملية. وهذه القاعدة يسميها العلماء بقاعدة اللطف. هذا المصطلح قد يكون غريبا على أذهان البعض، ولكن لا يهمنا المصطلح، وإنما يهمنا المؤدى. المؤدى هو قاعدة عقلية فطرية وجدانية يمكن أن يدركها حتى الأطفال، حتى الطفل الصغير الذي لا يعرف هذه المصطلحات ولم يألف هذه القوالب، ولكن بوجدانه بفطرته التي أودعها الله سبحانه وتعالى يدرك هذا المفهوم ويدرك هذه القاعدة. مفاد هذه القاعدة أن من الواجب بحكم العقل أن تقرب الآخرين إلى ما فيه مصلحتهم، وأن من الواجب بحكم العقل أن تبعد الآخرين عما فيه مفسدتهم. إذا شفت واحد على وشك الوقوع في مفسدة، يجب عليك أن تبعده عن هذه المفسدة. وإذا رأيت شخصا تكاد أن تفوته مصلحته، يجب عليك بحكم العقل أن تقربه إلى هذه المصلحة. طبعا المصالح تختلف، المفاسد أيضا تختلف، لعل المفسدة تكون مفسدة ضعيفة. في هذه الحالة العقل يحبذ لك ذلك، ولكن عندما تكون المفسدة مفسدة خطيرة
مفسدة هامة، مفسدة مؤثرة. في هذه الحالة العقل يحكم عليك حكما لزوميا، يعني لازم عليك أن تبعد هذا الذي الآن يقع في المفسدة، لازم عليك أن تبعده عن ذلك. مثال بسيط، طبيب قادر عارف وأمامه مريض مبتلى بمرض خطير، إذا ما يعالج هذا المريض يموت هذا المريض، إذن هذا المريض على وشك الوقوع في مفسدة، والطبيب ما إلى محذور من معالجة هذا المريض، ماكو هنالك مانع، ماكو هنالك ضرر، ماذا يحكم العقل في هذه الحالة؟ العقل يقول يجب عليك أيها الطبيب وجوبا عقليا وربما أيضا وجوبا شرعيا أن تعالج هذا المريض، أن تنقذ هذا المريض من الموت المحتم. إذا الطبيب ما سوى هذا العمل، هذا الطبيب تخلى عن وظيفته الشرعية، هذا الطبيب تخلى عن وظيفته العقلية، هذا الطبيب يستحق اللوم عند العقلاء، هذا الطبيب يستحق العقاب عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ وهذا كان بإمكانك، هذا العمل كان ممكن، لماذا ما أنقذته من هذه المضرة؟ هذا يسمى قاعدة اللطف. يجب عليك أن تقرب الآخرين إلى ما فيه مصلحتهم، ويجب عليك أن تبعد الآخرين عما فيه مفسدتهم. زين، هذا وضع مريض، وضع إنسان والعياذ بالله مبتلى بمرض خبيث، إذا ما عالجنا شي يصير يموت. أقصى ما يترتب على ذلك أنه يموت، يعني يفقد حياته الدنيوية، يفقد حياته القصيرة المدى، مو أكثر من هذا. وضع الطفل في العائلة، وضع الأبناء والبنات في العائلة أضعف من وضع هذا المريض. كيف يحتاج هذا المريض إلى العناية؟ الطفل في العائلة يحتاج إلى العناية أكثر من هذا المريض. ليش؟ لأنه الطفل ضعيف، الطفل فاقد لكل خبرة، الطفل فاقد لكل شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كل شيء ما يعرف. وفي ذات مرة ذكرنا لهم حتى البديهيات الطفل لا يعرفها بمقتضى ظاهر الآية، حتى الأوليات ما يعرفها، حتى أن اجتماع النقيضين لا يمكن لا يعرفه الطفل، حتى أن ارتفاع النقيضين لا يمكن لا يعرفه الطفل، كل شيء ما يعرف، فاقد لكل خبرة وفاقد لكل تجربة وفاقد لكل شيء. إذا هذا الأب قصر مع هذا الطفل، إذا هذه الأم قصرت مع هذا الطفل، شنو معناته؟ إذا الطبيب قصر مع المريض، شنو معناته؟ معناه أنه فقد حياته الدنيوية، مو هالشكل؟ إذا الأبوان قصر مع أولادهم، شنو معناته؟ معناه أن هذا الطفل فقد حياته الأخروية. ياهو أهم، الحياة الدنيوية أهم أو الحياة الأخروية هي الأهم؟ الحياة الأخروية هي الأهم، تلك هي الحياة الحقيقية، تلك هي الحياة الباقية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا واحد ترك طفل يموت من الجوع، عنده قدرة، عنده إمكانية، عنده مال، عنده ثروة، تركه في البيت، تركه يموت جوعا وعطشا، شنو تحكمون على هذا الطفل؟ هذا الطفل مو معاقب عند الله هذا الآب؟
نفس الشيء بدرجة أشد وبدرجة أقوى إذا الأبوان ترك الطفل في حياته المعنوية. إذا ما علموا الفضيلة، إذا ما علموا الأدب، إذا ما علموا الأخلاق، إذا ما علموا الصلاة، إذا الأم ما علمت بنتها الحجاب، هذا وضعها أشد من ذاك، لأن هذا اللي ترك طفله يموت من الجوع وهو قادر، هذا شنو؟ فوت عليه حياته الدنيوية. بينما هذا الذي ترك أولاده يطالعون أي شيء يحبون. الآن مو مثل القديم، الآن مو مثل العهود القديمة. في المجتمع القديم مجتمع له ثقافة واحدة، مجتمع متدين. الآن المجتمع مجتمع متعدد الثقافات. الذئاب أحاطت بهذا المجتمع من كل جانب. الذئاب مسلحة بالأقمار الصناعية ومسلحة بالوسائل الحديثة. ما يتمكن واحد يفكر أنه مثل القديم. القديم واحد يترك طفله في هذا المجتمع المتدين ينمو نموا صالحا. وما كانوا في القديم كذلك، بالقديم كانوا يهتمون بأولادهم، كانوا يهتمون بأطفالهم، كانوا يهتمون بذرياتهم. الآية الكريمة تقول والذين يقولون، هذا الدعاء دليل التوجه إلى هذه النقطة، دليل الالتفات إلى هذه النقطة. الدعاء دليل التوجه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة يعني شنو؟ القرة من القرار. واحد اللي وضعه منتظم، عائلته طيبة، أولاده زينين، بنته محجبة، عنده قرار، قرار نفسي. هذا القرار النفسي يظهر على حركات، يظهر على سكنات. أما إذا واحد عائلته مفككة، زوجته والعياذ بالله غير صالحة، أولاده غير صالحين، بنت لا يعلم أين تذهب وأين تأتي، نصف الليل تجي وين كانت مو معلوم، هذا عنده اضطراب نفسي، عدم استقرار نفسي. هذا عدم الاستقرار النفسي يظهر على الخارج. الإنسان المضطرب يطالع من هنا من هنا، يطالع الساعة وين هذا، يخابر هذا، يروح يم التليفون، مضطرب نفسا. هذا الاضطراب النفسي يظهر على حركاته الخارجية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هؤلاء الأولاد والذريات يكونون عامل استقرار، عامل سرور، عامل فرح، عامل اعتزاز، اللي الأب يرفع رأسه أمام الناس بهؤلاء الأولاد في دعاء الإمام السجاد صلوات الله عليه، وزين بهم مجالسي. يكونون زينة. عندما واحد عند ابن متدين، بنت متدينة، هذا الابن المتدين يكون زينة في المجالس، متدين، مصلي، صائم، حاج، خلوق، هذا زينة المجالس. أما إذا تركنا الابن شنو يطالع؟ مو معلوم. وين يروح؟ مو معلوم. منو أصدقائه؟ مو معلوم. منو صديقات هذه البنت؟ مو معلوم. وين تروح؟ مو معلوم. هذه البنت بالذات في هذا المجتمع الآن، حفظ الأولاد وحفظ البنات جدا أصعب من السابق مع هذه العوامل المكتنفة. لذلك حقيقة الآباء والأمهات من الواجب عليهم شرعا ومن الواجب عليهم عقلا أن ينقذوا أبنائهم،
أن ينقذوا بناته. كان واحد رجل له مقام اجتماعي كبير، وكان عنده ابن كلش منحط من ناحية المقام الاجتماعي، فرآه شخص رأى الابن فقارن بين وضع الأب ووضع الابن وتأثر، وقال مخاطبا لهذا الابن: نعم الأب وبئس الابن. خوش أبو كان عندك، ولكن أنت نعم بئس الابن. فقال له الابن: لا تقل هكذا، قل نعم الجد وبئس الأب. نعم الجد وبئس الأب. قال له: لماذا؟ قال: لأن جدي ربى أبي وأبي رباني، أنا تربية أبوي هكذا رباني. إذا الأب ما اعتنى بابنه، ما توجه إلى ابنه، ما صرف وقت على ابنه، ما اهتم بأولاده وبناته وبنيه، تؤثر فيهم هذه الأشياء. هذا مبحث. الملحظة الثانية: هنالك أشياء جدا صغيرة في تربية الأولاد ربما تبدو جدا متواضعة ولكن جدا مهم. أشياء نشوفها متواضعة ما لها قيمة ولكن جدا مهم. قبل أيام في تقرير علمي، ننقل هذا التقرير حتى نرى إعجاز الإسلام، يقول في هذا التقرير الذي أعده مجموعة من العلماء: إن على الآباء والأمهات أن ينتبهوا في كلامهم في البيت أمام أطفالهم الرضع، لأن الطفل الرضيع قادر على الاختزان وقادر على التذكر وقادر على التمييز. هذا الطفل الرضيع قادر على التذكر وعلى الاختزان وعلى التمييز. يقول هذا التقرير: الطفل الرضيع اللي عمره 8 أشهر، نتصور أنه لا يدرك، نتكلم أمامه بكل شيء، ولكن هذا الطفل يدرك ويحفظ. أجروا تجربة هؤلاء العلماء جديدا بعد كم سنة؟ بعد 1400 سنة مما قاله الإسلام. شوفوا جانب من عظمة الإسلام. يقول: جاءوا إلى أطفال في بيوته، خلوا لهم شريط لمدة نصف ساعة محتوي على كلمات وقضايا، وتركوا هؤلاء الأطفال، أطفال عمرهم قد 8 أشهر. بعد 2 أسبوع، يعني بعد 14 يوم، أخذوا هؤلاء الأطفال من بيوتهم ودوهم إلى مختبر الجامعة، سووا قائمتين من الكلمات. القائمة الأولى تحتوي على الكلمات التي ذكرت في الشريط قبل 2 أسبوع، قبل 14، والطفل عمره شقد؟ 8 أشهر. وقائمة ثانية تحتوي على كلمات لم تذكر في الشريط. فتحوا المسجل، القائمة الأولى الكلمات التي لم تقل، الطفل يمر عليها مرور عادي،
بمجرد ما تنقل كلمة ذكرت قبل أسبوعين في الشريط الطفل يلتفت إلى المسجل. يعني شنو معناته؟ معناته أنه بمجرد ما ذكرت هذه الكلمة الطفل شاف أن هذه الكلمة ذكرت قبل أسبوع، يعني يلتفت إلى المسجل. هذا معناته أن الطفل اختزن هذه الكلمة وينصت إلى هذه الكلمات التي ذكرت أكثر من إنصاته إلى الكلمات التي لم تذكر. يعني بمجرد ما ذكرت الكلمة اللي نقلت من قبل يستمع لها أكثر، لأن يشوف هذه الكلمة موجودة في ذهنه، هذه الكلمة محفورة في ذهنه. لذلك هؤلاء العلماء يوصون الأولاد الآباء أنه كونوا حذرين أمام أطفالكم الرضع ابتداء من عمر 8 أشهر. هذا بعد إيش قلت؟ بعد 1400 عام. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه يقول: العلم أو اطلب العلم أمنيا من المهد إلى الله. إحنا مو من تقاليدنا عندما يولد الطفل، مو عندما يكون عمره 8 أشهر، في اليوم الأول نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في أذنه اليسرى. شنو معنى هذا الشيء؟ شنو معنى هذا الشيء؟ العلم من المهد، يعني من اليوم الأول يجب أن نكون حذر مع هذا الطفل. الطفل قاعد وعالقين التلفزيون والتلفزيون يغني وفيها موسيقى، هذا يأثر في الطفل. هذا الطفل من الآن نفسيته تنعجن مع الغناء والموسيقى ومع الكلمات التي لا تجدي لا في الدين ولا في الدنيا. خلوا الطفل أمام التلفزيون، الطفل يشوف التلفزيون حتى إذا عمره شهري، جربوا هذا الشيء، يشوف صور، يطالع هذا الصور، هاي الصور تأثر في نفسه. الكلمات التي يقولها الأب للأم هاي تأثر في نفسية الطفل، الكلمات التي تقولها الأم للأب هاي تأثر في نفسية الطفل. هذا الطفل ينشأ نشأ غير مثالي. العلامة الحلي رحمة الله عليه، شوفوا شلون توجه، شلون التفات. أبوه كان عالم، عندما كان يذهب إلى محضر الدرس، كان يدرس عند سلامه، كان يأخذ العلامة الحلي وهو طفل صغير مقمط بالقماط يوديه يخليه هناك. هذا الأب يدرس الفقه أو الأصول أو العقائد أو أي علم من العلوم، وهذا الطفل هنا يستمع، لأنه هذه الكلمات من الآن تختلط بروحه، تختلط بوجدانه، تختلط بدمه ولحمه. ولعل هذا من العوامل المهمة في نبوغ العلامة الحلي. كاتبين في أحوال أنه بلغ الاجتهاد قبل أن يبلغ الحلم، قبل ما يصير والد، لعل عمره كان 10 سنوات 11 سنة قبل ما يبلغ صار مجتهد. الشكل كاتبين في أحوال مؤثر. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، شنو قيمة وضوء الأم؟ أم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وعليها حقيقة أم مثالية، رأت في المنام أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليها يعطيها قرآن مطلي بالذهب في المنام. استيقظت من المنام، شنو معنى هذا الحلم؟ سألت بعض المفسرين للأحلام،
قالوا معنى هذا الحلم أن الله تعالى يعطيك ولد عالم يكون خادما لشريعة الإسلام. ولأهل البيت الإمام الصادق هو الذي يعطيها القرآن صلوات الله عليه. معروف عندكم سامعين أنها ما كانت ترضعه إلا أن تتوضع. أكو بالتاريخ أم سمعتم أنها فعلت هذا العمل، أنا قم بصام ما أنفي، لا ترضعه إلا أن تتوضع. مو في الآن اللي الحنفيات موجودة والوسائل موجودة، لا، في العهود القديمة اللي الماء يطلعوها من الآبار والمتاعب والمصاعب، لا ترضعه إلا أن تتوضع. هذا التوجه حقيقة مو مسخرة، أن مثل هذا الأم المجهولة، هاي الأم المجهولة، مرة من قرية ما أدري من ششتار من دزبور، من هي هذه المرأة؟ مرة بعد مثل البقية، لكن عندها توجه، عندها التفات. الأم لازم تكون ملتفتة، من اللي دا تصنع هاي الخدامة؟ من هي؟ بعض لا يرضون أن يوكلوا الطبخ إلى الخدامة، لأن يقولون هاي الخدامة مو معلومة أن تكون نظيفة. ابنوك للطفل الخدامة تجي لعلها مصابة بأمراض نفسية، لعلها مصابة بعقد نفسية، عندها معرفة، عندها إيمان، عندها أخلاق. مرأة مجهولة جاي من بلاد بعيدة، واحد يوكل طفل لهذه المرأة، صحيح هذا العمل؟ هذا الطفل شلون يطلع في المستقبل؟ فاقد الشيء لا يعطي. هذه الخدامة إذا كانت فاقدة للأخلاق، فاقدة للإيمان، أو فاقدة لعمق الإيمان، فقد تكون مؤمنة، لكن إذا فاقدة لعمق الإيمان كيف تعطي لهذا الطفل عمق الإيمان؟ هذا ممكن؟ ممكن واحد ما يعرف نحو يدرسكم النحو؟ ممكن واحد ما يعرف المنطق يدرسكم المنطق؟ ما كانت ترضعه إلا أن تتوضأ. الشيخ الأنصاري في وفاة أمه كثير كان يبكي، كاتبين في أحوال الشيخ رحمة الله عليه، قالوا له ليش تبكي؟ خو ماتت. قال ما أبكي على أم، خو أمهات كثيرات، أم ماتت، وإنما أبكي على امرأة الله كان ينزل البركات علي بواسطتها. أبكي على هذه الأم، هذا عند وفاتها. وعند كل أسبوع، شوفوا هذا الوفاء، هذا الوفاء نتيجة تلك التربية، كل أسبوع كان يروح إلى قبرها. احنا نروح الى قبر امواتنا كل اسبوع، نذهب نتذكرهم على الاقل في ايام الجمعة بصدقة او بفاتحة او بآياتنا القرآن. شوفوا هذا الوفاء، هؤلاء الاباء، هؤلاء الامهات، هؤلاء الاجداد والجدات اللي لهم حق الحياة علينا، نذكرهم على الاقل يوم الجمعة بسم الله، بحا، بسورة، بدرهم نطيل الفقير، بحلوى نعطيها لبيوت الجيران. المهم كل أسبوع كان يجي إلى قبرها، كاتبين في أحواله وكان يجهش بالبكاء على قبرها. هذا اللفظ مذكور في أحواله، اللفظ مو مني، وكان يجهش بالبكاء على قبرها. فقالوا له شيخنا أنت لك مقام عظيم، مرجع تقليد للطائفة، عالم، مدرس، أستاذ العلماء. أحد الغربيين بين قوسين دارس هذه التحولات العظيمة في عالم التشيع،
هاي منين نشأت هاي التحولات العظيمة؟ يقول هذه التحولات العظيمة كلها نشأت على يد تلاميذ الشيخ الأنصاري. صدق الصفات عجيبة. وهذا يبدو هو بالشيخ كان أكو سر اللي تلاميذه هكذا نشأوا، ولا ما يمكن أستاذ عادي ينشئ هالشكل تلاميذ اللي تحولات العالم الشيعي نشأت على يد تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، التحولات العظيمة المهمة. قالوا شيخنا أنت إلك هذا المقام تجي على قبر أمه تجهش بالبكاء. قال إن صح أن لي هذا المقام الكبير، ما قال أنا عندي مقام كبير، لأن الشيخ جدا كان متواضع. حتى شوفوا في آراء العلمية يأتي بالعجب العجاب في الفقه في الوصول في التحقيقات العلمية وكأنه لم يصنع شيئا، يعني بمنتهى التواضع. كلمة حادة لعله لا تجدون في كتب الشيخ، كلش متواضع، هي تربية الكلام. فكلمة قبل وفاته يقال أنه قال احذفوها، فكلمة قال وما قاله بعض من هذا الكلام الفلاني لا محصل له، يعني ما إلى معنى لا محصل له، يعني مو كلام صحيح، ما يقول فاسد باطل سخيف، لا لا محصل له. بعدين قال حذفوا هاي الكلمة لعله يوم القيامة اجي أخذني قائل هذا الرأي، قال ليش كتبت لا محصل له، لا هذا الرأي له معنى. قال إن كان لي مقام عظيم كما تقولون فإنما هو ببركة هذه الأم. ولذلك كل أسبوع كان يأتي إلى قبرها ويجهش بالبكاء على قبرها، يعني هذه الكلمة مؤثرة، هذا الوضوء مؤثر. عندما ترضع قل بسم الله الرحمن الرحيم الأم، هي هذا بسم الله مؤثرة. عندما تقعد على المائدة قول بسم الله الرحمن الرحيم، هو هذا مؤثر في الأولاد والبنات. عندما تجي إلى المسجد جيبهم إلى المسجد وإن كانوا صغار يتعلمون. أكو مناطق بعيدة، أنا أتصور أن من الجيد أن بعض المؤمنين اللي يعيشون في مناطق بعيدة هم يتمكنون يجون كل أسبوع كل يوم إلى المساجد البعيدة عنهم، خلوا يجعلون سردابهم مسجدا، بس مو وقف، مو اللي يكون وقف مصلى، خلي يجعل يدعون أحد رجال الدين أحد المتدينين العدول حتى يقيمون صلاة الجماعة في تلك المناطق. النبي صلى الله عليه وآله كان يعين أئمة الجماعة، وفي التاريخ أنه كان يعين نساء لإمامة الجماعة للنساء، المرأة صلي إمامة للنساء ما في إشكال. أحد المؤمنين في إحدى المناطق البعيدة هكذا نقل لي كان عنده ديوانين الجماعة كل أسبوع يجون ليلة يقعدون يحجون، فواحد أو أكثر من واحد اقترحوا عليه ليش هالشكل ديوانين كلام لا ينفع، سويها قراية، شو الإشكال في ذلك؟ هاي ذخيرة لآخرته، هذا ذخيرة عند الله، هاي وسيلة من وسائل الشفاعة، هاي وسيلة من وسائل تربية أولادكم وبناتكم. عندما يسمع هذه الكلمة هي هاي مؤثرة في وجدانه، قال مي خالف. فحول الديوانية إلى مجلس حسيني، توفيق. كم واحد يحضر؟ ثلاث أفراد يحضرون، ثلاثة ما يخالف، لا يحضر أي واحد، صلاة الجماعة اللي أقمتوها في سرداب بيتكم ما يحضر أي واحد، ما يخالف، أنت أحضر ويطف لك الصغير، هو هذا جيد، هو هذا الطفل ما الآن يتعلم على صلاة الجماعة، هو جيد، يرى الأذان، يرى الإقامة، يرى المواعظ الدينية، هو هذا جيد.
فاشتكى عند أصدقائه، قال ما يجي واحد، ثلاثة يجوا. قالوا له اصبر، والآن ما شاء الله في بيته قرايا أكو وحضور واحتفالات ومؤمنون، وأضاف إلى ذلك صلاة الجماعة في سرداب بيته صباحا وظهرا وليلا. نقل لأحد المؤمنين البارحة في صلاة الصبح يحضر 40 واحد في المنطقة في صلاة جماعة بيته. شكرا التوفيق هذا. الذين يحضرون الجماعة إذا زادوا على 10، راجعوا العروة الوثقى، 10 إذا أكثر من 10 كان، الذين يحضرون صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وآله يقول فلو أن السماوات كلها قرطاس، إيش يسعت هذا الكون؟ العقل البشري يتحير، مو عقولنا احنا، عقول العلماء الكبار في هذا الفضاء اللامتناهي. لو ان السماوات كلها قرطاس، والاشجار كلها اقلام، اشجار العالم، والثقلان كتاب الجن والإنس، ما أحصوا ثواب ركعة من صلاة الجماعة. هذا الإنسان اللي يقيم في بيت صلاة الجماعة، الصبح يحضرون 40 واحد كما نقل، والظهر والليل يحضرون أكثر من ذلك، قالوا سرداب بيته يمتلئ بالمصلين، مو في مسجد مصلى، هذا كم له ثواب عند الله. احنا ما نتمكن نعمل هذا العمل في المناطق البعيدة، هذا توفيق يحتاج، هذا توفيق. التوفيق كلمة تحتها ألف معنى. احنا ينبغي ان نهتم بهذه الاشياء، اطفالنا نجيبهم نعلمهم نسألهم، بعد ما حضروا مجلس الخطيب نسأله شنو قال الخطيب. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يظهر من لفظ الرواية أنه كانت مستمرة على هذا العمل، مو مرة واحدة، تعبير اللي شفته في الرواية، كانت تبعث الإمام الحسن وهو طفل صغير إلى المسجد، قصة سامعيها عادة من الخطباء، تقول له روح استمع إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطفل اللي نهي عن الاتيان به في المسجد كراهة، الطفل اللي يأذي، مو الطفل اللي يأتي للاتعاب وللصلاة. عندما يجي إلى البيت يقول لأمه فاطمة صلوات الله عليها ماذا قال رسول الله. وهي تستمع إليه، تستمع شنو قال؟ بس مو مذكور في الرواية أنها كانت تسأله، إما هي كانت تسأله وهو كان يقول وهي تستمع. فعندما أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجي للبيت يشوف أن الزهراء عالمة بكل ما قاله رسول الله قبل قليل، قال من أين؟ قالت من الحسن وهو طفل من الناحية الظاهرية. ففي يوم من الأيام الإمام اختبأ، فجاء الإمام الحسن وأراد أن ينطق فلم يتمكن. قالت له ليش ما تتكلم؟ قال يا أمه كلا لساني لعل سيدي يرعاني، يعني لعل الإمام أمير المؤمنين دا يلاحظني. هيبة الإمامة أخذت الإمام الحسن، فخرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه واحتضن الحسن. هكذا ينبغي. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه هذا يقول جاءني أحد المؤمنين وقال أول كلمة نطق بها طفلي، أول كلمة شنو هي؟ معروف الكلمات اللي ينطقون أطفالنا أول مرة،
يقول أول كلمة نطق بها كلمة يا الله، أول كلمة. مش عجب هذا شنو؟ فقلت له هل كنت تردد هذه الكلمة كثيرا؟ قال نعم. الأبو عندما يدخل بالبيت ويطلع وكذا يردد كلمة يا الله، هاي انطبعت في وجدان الطفل، فأول كلمة قالها يا الله. حقيقة هذه مسؤولية. إذا تقدرون تسوون صلوات جماعة في بيوتكم فنعم الذخيرة لآخرتكم، إذا تتمكنون تسوون مجالس حسينية في بيتكم نعم الذخيرة لآخرتكم، إذا ما تتمكنون جيبوهم للمساجد للحسينيات للاحتفالات حتى يكونوا من مصادق هذه الآية الكريمة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه صفات عباد الرحمن، صفات متعددة منها هذه، واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.